مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلى القهوة الباردة. عنا كيك على شوكولا، كوبين حليب، ربع كوب مي، 50 جرام شوكولا بيضة، ملعتين طعام نشا، ملعقة صغيرة نسكافيه، ملعقتين صغار سكر، نص ملعقة صغيرة سكر ونص ملعقة صغيرة نسكافيه كمان. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بدنا نعم الكيك. بس نعمت الكيك بهيدا الشكل، هلأ بدنا نكفي الطريقة مع بعض. بحط فوق المي الفاتر نص ملعقة صغيرة سكر ونص ملعقة صغيرة نسكافيه. بحركن مع بعض. بحط الكيك بقلب الصينية بهيدا الشكل. وبرش عليهم النسكافيه. هيدي اول طبقة انتهينا من تحضيرها. لنبلش بالطبقة التانية. بحط كوب الحليب بطنجرة، كمان الشوكولا البيضة والنشا. بحركن تحريك مستمر على الغاز. بس اشتد المزيج بهيدا الشكل، هلا بحطن فوق الطبقة الأولى. بسم الله. بحطن على جنب لنعمل الطبقة الثالثة. بحط كوب الحليب، نشا، نسكافيه، سكر. بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد المزيج. بس اشتد المزيج بهيدا الشكل، هلا بحطهم فوق الطبقة البيضة. بسم الله. اكيد بمدن نفس المستوى. هلا بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد اقل شي ساعة. هيدا الحلو بعد ما حطيتها بالبراد ساعة. عندي برش شوكولا بيضة للزينة، برش على الوجه بهيدا الشكل، اكيد الزينة حسب الرغبة. لنشوف مع بعض كيف طلعت. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. هيدي حلو القهوة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.